اسعد الله اوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام. وصول هوندا اكسنت موديل 2019 فيت الستاندر، نتكلم عن تفاصيلها بشكل سريع. المحرك 4 اسطوانات دفع امامي 1400 سي سي، بالنسبه لعدد الاحصنه تقريبا 100 حصان. نجي لمواصفاتها الخارجيه، طبعا انوار هيلوجين وكشافات وجنوط حديد وشرات بالمرايات وريموت كنترول. بالنسبه لتقييم استهلاك القود فيها 18 كيلو لكل لتر بنزين، والتقييم ممتاز. نجي لمواصفاتها الداخليه، مراتب مخمل، تحكم بها يدوي، ونوافذ ومرايات كهرباء. طبعا الجير توبترونيك 6 سرعات، مدخل USB ومدخل UX، وبعد باور. السعر 49,000 ريال.